أكس مالس ما أشين يسون كين كي هداية مينس أتس كت بيل كي مش يي تاون يار كي الهداية من الله يعني هداية الله تعالى سينس أتس كت هي النبي أكرم صلى الله عليه وسلم دي أوان نك طيت هيك يون كيس هداية كي يعني كي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء يعني أي نبي صلى الله عليه وسلم طيت هيك يون دي مش هداية كي مش طيت يسوي بيل كي الله تعالى دي مش هداية دي مش الله تعالى يسوي يتكن أوس يتبرزن حضرة نوح عليه السلام صن نيجو أوس تيمس كر نوح عليه السلام من صار النوم شتن ويران تربية مقر تيم باتي ديو نديمس الله تعالى هداية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله تعالى تنا طيب من شفاز السندر. آمين. زيشان سوف أكاد تقول إيجا دجة. كيا إيش أقوى بانيا سوالا من سوال سوشيرو بيئة. إن شاء الله أقر بات أستيل دي موتانيا سوالا تنا جواب. شكرا شير. بانيك سوال شيء كي زي إسكت بات كرا بانيا أولادا تاريا. الحمد لله وبعد. أحتي واري أسباب كرتاي برون كن كيان بيان. نمر أولادن تربية كارين شو واجب إيش رب سين تربوكم الله تعالى شفرمان سورة التحريم سندر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أي باي ما هو أه بجوي بان 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 أهل أيا نار جهنم نيش قو أي ما يتن طريس سمج كي إكس مسلمان صاحكم دين كي تبجع أك بان بان بي بان أهل أيا نار جهنم نيش أت أهل أيا لسمن شفات أولاد ديوان نمر ز أولادن شيء موجب تربية كارين تايكيم روزن والدين هني خطر صدق جارية بيروزني والدين هني خطر دعاء كران وش إيش زان برد كي أولاد كيف بيت روزن صدق جارية أجر والدين أو أولادن رز تربية دايس كرمس والدين هني مارن باتيا أجر إن زندة إتياسن باتي ما إمسين أولادن هني أولاد أسن بات كرسو بانيان أولادنا رز تربية ديت برد شيء أك واي ديت برد شيء أولاد بنان مولس ماجون كتر صدق جارية يتبرز النبي أكرم صلى الله عليه وسلم شفر ما ويحت أبو هريرة رضي الله عنه شرواية كران كفر ما النبي أكرم صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من سلاسة يلاك إنسان مران شو إنسان ساري أمل شيء منقطع كارن سوى يتري وأمره بغي نمرة أو صدقة جارية قوارني قو أغر كوين صدقة جارية اسكورموت صدقة اسكورموت سأعمل تشاء روزان إمسن خطر قيام تبات موجود مرن بات موجود نمر ز أو علمي ينطفع به دائم قو نفع بكش علم أغر كوين سي علم عيس ويسل كورموت يعني علم نايفيا تريم قو أو ولد نصالب ويضعو له أغر كوين سمان سبويت كين أولاد اسكورموت بات عيسو تيمس خطر دعي مغفر كران قو إم حديث تلتو رسي سمجد مويل سماش بايزي أولادنا رز تربية كارين كايز كي يم أوراد روزن بد إمسن خطر صدق جاري أور بي روزن إمسن خطر دعاية مغفرت كاران نمبر ترى إكس مويل سماش چو أولادن هم حق الله ترى كير كيان تيك دو والدين سوال كتن كرو أولادن رز تربية ابن قيم رحمه الله شفرماوان كي كيان تيك دو آيز بور مويل سماش باكر كي تح كرو أولادن تربية گو اکس یت پرزن نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چ فرماوان والرجل راع على اهل بيته والمره راعيه على بيت زوجها یعنی اخ مر چپنی اهل عیال زمدار تہ اخ اورت چ پنس خاندار سن پنن بچن زمدار اور یت پر چ تہمس ہر کا زمدار اور پنی ذمہ داری مطابق تہمس ہر ایک سوال کرنا گو ایم حدیث سال دور اسی سمجھ اخرس کی مولس مائشہ اولاد ہن ذمہ داری کیم کرنے ما رز تربیت اللہ تعالی کریم کیان دک سوال کی تہ کروا پنن اولاد رز تربیت شکریہ شیخ بیا تک سوال چھ کہ واریا والدین چھ آج یہ شکایت کران کہ اسا تہ پنن اولاد رز تربیت کرن مگر اون چھ ہدایت رسان واریا اصل سوال کرتا ہے جزاک اللہ خیر ایک سمائل سمائل چھنی سوچن کین کہ ہدایت چھمین اس اتس کت بیل کہ امیش یہ تاؤن یاد کہ الہدایت من اللہ یعنی ہدایت چھ اللہ تعالیٰ سنس اتس کت یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتی اوان نکی طیت ہی کیون کنس ہدایت دیت کیا یعنی کہ انکا لا تحدی من احببت ولیکن اللہ یهدی من یشاء
يعني أي نبي صلى الله عليه وسلم تي هيك ندمس هداية ديت كي يمس تي يسي وبلكي الله تعالى ديت يمس هداية ديمس الله تعالى يسي يتكن اوس يتبرزن حضرة نوح عليه السلام سن نيجو اوس تيمس كر نوح عليه السلام انصار نوح شتن ويرن تربية مگر تيم باتي ديو ندمس الله تعالى هداية اور بيش تان يمن والدين يات يال ات هداية اش ز قسم اگو هداية توفيق تعلق بالله عز وجل هداية التوفيق تعلق شاس الله تعالى تام يعني يهيك الله تعالى يديت بياقو هداية الدلالة والرشاد يعني يقول سو هداية يس هداية التوفيق صور شبانان مثلا والدين وكر أولادن تربية بديت الله تعالى يمس هداية يس يم والدين بني والدين والدين وكر يمس هداية الدلالة والرشاد شكرا شكرا بياقو سلام شكرا والدين كازم دوريشا أولادن تربية أكس مولس ماش بيس غور أولاد هيس بارس مس كين كاتيا ثاني نمبر أك أجر تي الله تعالى أولاد كوريا تا تشي زانم كي إيش الله تعالى سين طرف أك أزيم نعمت أخ نعمت سبيس نكاد أخ نعمت سبيس كاد كاري نمبر ز والدين بيس سامجون كي إيش إيش الله تعالى سين طرف أمانات أو أت أمانات سبيس خيانات أت أمانات سبيس نخيانات كارين كين نمبر تري والدين جلازم كي تيم ثاوني تيم كارني هند إهتمام بي ثاوني هند خيال واجي سوال كي والدين كازم داريش أولادن بيا نمر أك والدين أصلا برون أولاد أصلا برون جايسي جارس مزدين ما هو لاسن نمر ز مول موج جايس برد بانس بانس إصلاح كارون كايس كي أولاد جبات سوي تربيت تراتان نمر تريا يمن لكن بيجن جايس واقع ديون كتاي يمن سيد بيهون جنون ماي جيرا نمر تصور إمس يمن إمس جايس هر كه شيء أنون مثلا كتاب أو بيجي جايس من أصل أبزاي كارون مثلا كون ساتون أولاد سكي تبارس بانس وقت نيامات سيد ماي بدي شيء أنا مو شيء أنا نمبر 5 يمن گسی تعلیم دین 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 اس تعلیم یعنی کہ قران قران پڑھناوین کیاز کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک حدیث اس اندر یس یم یم والدین پنن اولادن دنیا اس مس قران حیز قران بناون اللہ تعالی لایک من کین تگ سن سن تاج اور یم والدین گسن حیران کہ اس کا چی پت ونی من اللہ تعالی تہی تہی ہش نو پنن اولاد دنیا اس مس قران نمبر 6 انقاذ من النار یعنی یم يم نار جحنم مش باجاون كايس كي الله تعالى شفرنا ويا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا اي با اي ورو بان بانو بان بي باجو بان اهل عيال نار جحنم مش اهل عيال مش بات بان اولاد ديوان نمبر 7 العدل بين الاولاد يعني اولاد درميان عدل كار يعني كي كايس اسن زيا تريا ويغير اولاد بات اس مولا موج انا اكس اولاد سكان تشيز باي كان اسنان كين إيش الإسلام عندك ما إجا تكين أجر شيء زون تي جس سائر يانو نمبر 7 أولادن هين خاطر قسم دعاء كاري نمبر 8 قوي كي إيش كي زمان اسمه زيس وارا زوري ريشو سقوي كي بانين أولادن جس دوستانين كارني كيان كايس كي نبي أكرم صلى الله عليه وسلم فرمو الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم ما يخالل يعني أك انسان جسم پنس دوست سنس دینس پہ لحاظہ تہ پہ ہر ایک سن بکس بنا پن دوست گو اکس مالس ماج پہ اگر اخ مول موج پن اولاد دوست بنائے گو سہ پہ نیک دوست بنا ذمہ داری والدین والدین اس اولاد پہ آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.